شكرا، أنا جون مكين من ولاية أريزونا. لقد كان لنا اجتماع مع السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الخارجية حول المسائل المشتركة بين البلدين من أجل مزيد دعم العلاقة بين الدولتين على المستوى السياسي والاقتصادي للمساعدة على إنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس. الشفافية مهمة ومطلوبة فيما يتعلق بمجابهة المجموعات المتطرفة في المنطقة. أتوجه بالشكر لتونس على الحماية التي تقدمها لجميع ضيوفها، وكذلك تأمين السفارة الأمريكية. الأمن مطلوب لبناء مؤسسات قوية، يجب احترام حقوق الإنسان. تغيرت تونس في الفترة الأخيرة إلى ما هو أحسن، وهي تعد من أقدم الدول الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية، وأنا شخصيا سعيد وفخور بهذه العلاقة.